نتواجدوا ميدانيا خاصة في ليلة المولد النبوي الشريف، رانا نزور المستشفيات على مستوى الولاية مصر الدرك الوطني. النسبة الكبيرة اللي راهي في المستشفيات الأطفال الصغار الفئات القصر بسبب كنا ذي علي من المضرة الألعاب النارية الواحدة المفرقعتية أني ذا ديفانزار والذي ظلفر يتغل ظلقر. في إطار المهام المنوطة لفرقة حماية الأحداث للدرك الوطني وتكريسا لمبدأ الشرطة الجوارية وتزامنا مع مناسبة المولد النبوي الشريف للسنة الهجرية 1446، نظمت هذا اليوم المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية بالتنسيق مع مختلف الشركاء الفاعلين حملة تحسيسية تستهدف مختلف الفئات وبالخصوص الأطفال والقصر بهدف تحسيسهم بمدى المخاطر والأضرار الناجمة عن استعمال الألعاب النارية وكذا المفرقعات كونها أصبحت مظهرا من مظاهر الاحتفالات وخاصة في إحياء المولد النبوي الشريف من خلال توزيع مطويات وتقديم جملة من النصائح والإرشادات حول ضرورة الابتعاد عن هذه التصرفات السلبية نظرا لخطورتها وما قد تسببه من أضرار وخيمة وتتسبب في تشوهات مختلفة وعاهات مستديمة، وتبقى الرقابة الأبوية هي الحل الوحيد لتفادي هذه الحوادث. وفي الأخير نذكر الجميع برقم الأخضر للدرك الوطني 1055.